تواصل مراحل الانتخابات العملية بانتخاب أعضاء اللجان النقابية لليوم الثاني، يعقب ذلك إيداع أوراق مجالس إدارة الفائزين خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، ليتم تحديد ممثلي اللجان النقابية في الجمعيات العمومية للنقابات العامة لتتشكل هيئة الناخبين الذين سيختارون مجالس إدارة النقابات العامة. ويشرف على الانتخابات لجان مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال اللجنة العليا لاعتماد النتائج.